تهدئة حذرة في اليمن وجهود دبلوماسية لإيجاد تسوية سياسية لوقف العنف. المجلس الانتقالي الليبي يقول سيطرنا على الجفرة وعثرنا على أسلحة كيميائية. في النشرة أيضا، الفلسطينيون مصممون على طلب العضوية الكاملة رغم المعارضة الأمريكية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قناة الأمئي نحييكم ونقدم لكم نشرة لآخر الأخبار. هزت الانفجارات العاصمة اليمنية صنعاء، واستؤنفت اليوم الاشتباكات بين قوات يمنية وجنود يدعمون حركة أو حركة احتجاج حاشدة، مع نفاذ الوقت أمام التوصل إلى حل دبلوماسي يحول دون انجراف البلاد إلى حرب أهلية. وتمثل الاشتباكات المتصاعدة بين القوات الموالية لصالح المسلحة جيدا والجنود الذين انضموا للمعارضة أسوأ سيناريو للدبلوماسيين الذين يحاولون وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لنقل السلطة، بينما يتماثل صالح للشفاء في السعودية. لم يصمد وقف إطلاق النار الذي دعا إليه نائب الرئيس اليمني الذي يدير شؤون البلاد سوى بضع ساعات حتى هزت الانفجارات العاصمة اليمنية صنعاء، مما أبرز الحاجة إلى الجهود الدبلوماسية لإنهاء إراقة الدماء بعد مقتل نحو 86 شخصاً خلال 5 أيام. واستؤنفت يوم الخميس الاشتباكات بين قوات يمنية وجنود يدعمون حركة احتجاج حاشدة، مع نفاذ الوقت أمام التوصل إلى حل دبلوماسي يحول دون انجراف البلاد إلى حرب أهلية. وقتل بالرصاص متظاهر مناهض للحكومة، وأصيب 8 على الأقل بنيران قناصة في ساحة التغيير، حيث يعتصم ناشطون منذ 8 أشهر مطالبين بإنهاء حكم الرئيس اليمني علي عبد الله صالح المستمر منذ 33 عاما. وفي مؤشر آخر على تفاقم الأوضاع وتعثر اتفاق لإنهاء 8 أشهر من الاحتجاجات ضد صالح، غادر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني صنعاء مساء الأربعاء خالي الوفاض، بعد يومين من السعي لإقناع الأطراف بالتوقيع على اتفاق لنقل السلطة وإنهاء الأزمة. وكان الاتفاق يقضي بتنحي صالح عن السلطة في غضون أشهر، ويقضي صالح الآن فترة نقاها في السعودية بعد محاولة اغتياله الفاشلة في يونيو حزيران. وكان الرئيس اليمني قد وافق على المبادرة الخليجية من قبل، لكنه تراجع 3 مرات عن توقيع الاتفاق. ويثير تدهور الأوضاع في اليمن قلقا في الخارج، لأن الحكومة المركزية اهتزت مخلفة فراغا يشغله متشددو القاعدة وفصائل انفصالية قرب ممرات حساسة لشحن النفط في البحر الأحمر وخليج عدن. وفي ساحة التغيير أضرم محتجون غاضبون النار في منزل قالوا أن قناصة يختبئون فيه، بينما نظم مسعفون حملة تبرع بالدم لإنقاذ المصابين. وتمثل الاشتباكات المتصاعدة بين القوات الموالية لصالح المسلحة جيدا والجنود الذين انضموا للمعارضة أسوأ سيناريو للدبلوماسيين الذين يحاولون وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لنقل السلطة، بينما يتماثل صالح للشفاء في السعودية. ويمكن للفوضى أن تكون تربة خصبة للقاعدة التي تمكن أعضاؤها خلال الأشهر القليلة الماضية من السيطرة على عدد من المدن في محافظة استراتيجية تقع قرب ممرات شحن هامة للنفط. ومعنا من العاصمة الأمريكية واشنطن الأستاذ خالد صفوري المستشار السياسي في مركز أربيان للدراسات الاستراتيجية. أستاذ خالد مساء الخير. أستاذ خالد تفضل. الو مساء الخير، اهلا بك في هذه النشر. اهلا بك في هذه النشر التي تاتيك التي نقدمها من على قناه الأمئي. بدايه نحب ان يعني نتحدث بالشان اليمني والتطورات الاخيره التي حصلت في الايام القليله الماضيه مع تصاعد العنف. هل تعتقد انه مؤشر لدخول اليمن في حرب اهليه، خاصه مع مشاركه القبائل في هذا الصراع الدائر هناك؟ لا شك أن الأمور تزداد تعقيدا، وإصرار على عبد الله صالح على عدم التنحي وإعطاه حجج مختلفة ومتضاربة لأسبابه وعدم احترامه لاتفاق الخليجي الذي هو في الأصل وافق عليه ورفض توقيع عليه بعد ذلك، هو الذي يصعب الأمور ويقود البلاد إلى حقيقة طريق محفوظ للمخاطر. فأعتقد هو المشكلة الكبرى، لكن على الدول العربية يكون لديها موقف قوي وحاسم، وعلى العالم يعني نحن وجدنا العالم يأخذ موقف
عنيف تجاه سوريا ونظام سوريا، لأنه لم يكن هنالك أي شيء يتخذ ضد النظام اليمني وعلي عبد الله صالح تحديدا. نعم. بعدة حجج واهية، بعضها أنه شريك في مكافحة الإرهاب للولايات المتحدة. لكن أنا لا أعتقد أنه موقف أمريكا من علي عبد الله صالح يساعد على مكافحة الإرهاب. نعم. طيب، فيما يتعلق بنائب الرئيس عبد ربه منصور هادي، يعني الذي طرح اسمه في الآونة الأخيرة بأنه بديل لصالح، هل تعتقد أنه في ظل الهدنة التي أطلقها قبل عدة أيام، لكن القتال عاد من جديد، هل تعتقد أن الشارع اليمني لا يثق بهذه الشخصية لتتولى الحكم ما بعد صالح؟ عفوا، لم أسمع السؤال جيدا. نعم، كنت أسألك عن عبد ربه منصور هادي نائب الرئيس اليمني، أطلق يعني هدنة لوقف الصراع والقتال في اليمن، لكن لم تستمر هذه الهدنة لمدة يوم أو يومين وانطلقت هذه الأعمال العنف في اليمن. هل تعتقد أن الشارع اليمني لا يثق بعبد ربه منصور هادي ليكون خلفا لصالح؟ لا، هو امتداد لنفس السياسة الرئيس على عبد الله صالح، ولا أعتقد أن مقبول للأطراف اليمنية المعارضة. أنا لا أتصور أنه هو الشخص المناسب لخلافة علي عبد الله صالح. الإصرار من قوى المعارضة أن يكون هنالك انتخابات حرة ويكون ولزيها، أعتقد هو المطلب الأكثر منطقية. وأنا لا أعرف إذا يعني علي عبد الله صالح يدعي أنه هو وحزبه وجماعته سينتصرون في هذه الانتخابات. إذا كان متأكد من ذلك، لماذا لا يقوم بإجراء هذه الانتخابات؟ نعم. نعم. ماذا عن المبادرة الخليجية؟ يعني عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي غادر اليمن، هل هذا يعني انتهاء المبادرة الخليجية؟ هل هذا يعني إجهاض هذه المبادرة، أم أن هناك تفسير آخر للموضوع؟ أعتقد أنه غالبية المسؤولين الخليجيين الذي عملوا مع عبد الله صالح على الوصول لهذا الاتفاق هم غاضبين من تراجعه عن التزامه بهذا الاتفاق. وانا اعتقد انه من الصعب جدا ان يدخلوا مره اخرى في حوار مع علي عبد الله صالح اذا كان نتيجه هذا الحوار ستكون مثل نتيجه سابق يعني الذي سبق. في تصوري انه المبادره الخارجيه في هذا الوقت هي مجمده الى حين يعني حصول شيء اخر. انا اعتقد انه الوضع في اليمن يسير باتجاه كارثي للأسف. نعم. في سؤال أخير يعني أستاذ خالد، فيما يتعلق بالضغط الأمريكي تحديدا، تحدث عن الضغط الغربي وتباين الضغط يعني واستخدام معايير مزدوجة مع الدول العربية والربيع العربي بشكل عام، لكن هل من مصلحة أمريكا أن يبقى عبد الله صالح في الحكم، أم أنه من الأفضل أن تكون هناك عملية ديمقراطية حقيقية ومن خلالها يستطيع الشعب اليمني التعبير عن رأيه ورغبته في تحديد حاكم له؟ المصلحة الحقيقية لأمريكا هو بالديمقراطية وبالحرية، وبالتالي إذا كانت أمريكا تقف إلى جانب ديمقراطية والحرية عليها أن لا تقبل ببقاء علي عبد الله صالح. لكن للأسف الموقف الأمريكي الحالي هو موقف متقاعس وموقف يعني ليس فيه قوة في التعامل مع علي عبد الله صالح، وبالعكس تماما نجد أن الاتصالات والتعامل مع إدارته لا زالت في نفس الوتيرة. ليس هناك تغيير كثير في واشنطن في التعامل مع الحكومة اليمنية التي يعني أما وضع علي عبد الله صالح أو لا زال يديرها من خلال وجوده في المملكة العربية السعودية، وهذا شيء مؤسف. أنا أعتقد على الولايات المتحدة أن تطلب من أجل المملكة العربية السعودية أن تعلن عدم عودة علي عبد الله صالح وتبقيه هناك مع مطالبة أمريكية بإجراء انتخابات. هذا أقل ما ممكن أن تقوم به الإدارة الأمريكية. نعم. إذن أستاذ خالد صفوري، شكرا جزيلا لك، المستشار السياسي في مركز أربيا للدراسات الاستراتيجية في واشنطن. شكرا مرة أخرى. وما زلنا معكم في هذه النشرة، وننتقل بكم إلى الشأن الليبي، حيث يتجه قادة حلف الناتو إلى وضع خطة تنهي العمليات العسكرية التي بدأها الحلف في مارس آذار الماضي بعد الإنجازات التي يحققها الثوار بهذا المجال. وكان القادة في الناتو قد قرروا في وقت لاحق تمديد مهامهم العسكرية في ليبيا لمدة 3 أشهر، إلا أنهم يأملون بإبقائها أو بإيقافها وفق جدول زمني محدد.
تدريجيا ولكن بشكل أكيد يتجه الحلف الأطلسي إلى وضع حد لعمليته العسكرية الحامي الموحد في ليبيا، والتي بدأها في مارس الماضي بتفويض دولي. الاتفاق المسجل في الناتو لتمديد مهمته العسكرية لفترة 3 أشهر اتخذ رسميا، ولكن المسؤولين في الحلف يدرسون خطط وضع حد للعمليات العسكرية بعد أن اقتربت القوات المناهضة للقذافي من إحكام سيطرتها على غالبية المناطق. في بادئ الأمر إن عمليات عسكرية ذات خصوصية، وذلك بإنجاز ما اتفق عليه مع حلف الشمال الأطلسي، وبالضرورة سوف أقدم تقريرا مفصلا إلى الأمين العام للحلف حول تقييم مهمة قواتنا على الأراضي الليبية، والأهم هو مستقبل تلك العمليات والتي يجب أن تحدد من قبل المجلس الدائم، وما إذا كانت هناك خطط جديدة أو أهداف أخرى نقوم بتنفيذها، وهذا ما سيتم مناقشته من قبل الحلف بعد دراسة التقرير المقدم من قبلنا. ويؤكد الناتو أن مهمته في ليبيا لن تستمر يوما واحدا أكثر مما هو مخطط له، ولن تخرج عن الأطر المرسوم لها دوليا، كما أن الحلف سيكون مهتما بأية معلومات حول العثور على أسلحة كيميائية، وكذلك بشأن مصير السلاح الذي اختفى في ليبيا وتداعياته على المنطقة. أؤكد أنها لم تكن أسلحة ولكن مواد كيميائية. نحن نراقب المواقع والتي يتم فيها تخزين تلك المواد، وذلك لعدم نقلها إلى مواقع أخرى، وسوف نتعامل معها عندما تتهيأ الظروف الدولية المناسبة للتعامل مع تلك المواد. الحلف يريد حاليا التركيز على معاينة دوره في المرحلة المقبلة، وكذلك تقليص حضوره قبالة ليبيا لأسباب مالية، وأيضا لتجاوز الخلافات السياسية بين الدول التي شاركت بقوة في العملية العسكرية والدول الأخرى. قال المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا اليوم أنه تمكن من السيطرة على معقل آخر من معاقل العقيد معمر القذافي في عمق الصحراء الليبية جنوبي البلاد، وأوضح أنه عثر بعد السيطرة على بلدة الجفرة الصحراوية على مستودع للأسلحة الكيميائية فيها. وفي تطور إيجابي آخر، أعلن المجلس أنه عثر على أصول قيمتها 23 مليار دولار في البنك المركزي الليبي لم ينفقها القذافي قبيل سقوطه، كما نقلت صحيفة الفاينانشال تايمز عن مسؤولين في لندن وطرابلس. قال متحدث باسم المجلس الوطني أن قوات المجلس سيطرت على بلدة الجفرة التي تبعد نحو 700 كيلومتر جنوب شرقي طرابلس، كما عززت تلك القوات سيطرتها على مدينة سبها آخر معقل من معاقل القذافي. وقال المتحدث فتحي بوشاقة للصحفيين في مدينة مصراتة أن الجفرة قد حررت بالكامل، وعثرنا على مستودع للأسلحة الكيماوية وهو تحت سيطرة مقاتلينا، إلا أن تصريحات المتحدث لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل، إذن من المفترض أن يكون القذافي قد تخلص من مخزوناته من الأسلحة الكيماوية بداية عام 2004 في إطار خطة للانفتاح على الغرب، وتضمن ذلك التخلي عن البرنامج النووي الليبي. لكن منظمة منع ومكافحة الأسلحة الكيماوية تقول إن ليبيا أبقت على نحو 9.5 طن من غاز الخردل في موقع سري بالصحراء الليبية. وقال متحدث آخر باسم المجلس وهو أحمد بياني: نحن نسيطر على معظم أنحاء سبها باستثناء حي المنشية، حيث ما زالوا يقاومون قوات القذافي لكنه سيسقط. وكان مراسل لشبكة CNN الإخبارية التلفزيونية الأمريكية قد ذكر أن قوات المجلس سيطرت على مركز مدينة سبها الأربعاء بعد سيطرتها على المطار وثكنة عسكرية قبلها بيوم. وقد مددت دول حلف شمال الأطلسي الناتو مهمتها في ليبيا 3 أشهر إضافية لمساعدة القوات المناهضة للقذافي على تحقيق النصر النهائي في ليبيا، إلى أن الفوضى ما زالت ظاهرة بين صفوف القوات التي تقاتل تحت مظلة المجلس في جبهتي بني وليد وسرد، وهما معقلان قويان لقوات القذافي، حيث شهد تراجعا وانسحابا لقوات المجلس وسط فوضى وارتباك. ونقلت فاينانشال تايمز عن وفيق شاطر المسؤول المالي في فريق الاستقرار التابع للمجلس الانتقالي من دبي قوله أنه تم العثور على أصول نقدية قيمتها 23 مليار دولار تكفي لسد احتياجات ليبيا لمدة 6 أشهر، ويسعى المجلس الانتقالي لإقناع المجتمع الدولي لإطلاق أصول ليبية مجمدة في عدة دول قيمتها نحو 170 مليار دولار. لقناة MEA سامح الهادي.
وفي النشرة أيضا، ولكن بعد الفاصل. الفلسطينيون مصممون على طلب العضوية الكاملة رغم المعارضة الأمريكية. Understood. Our working hours can change instantly. The mission is a constant, but every day is different. What I do is important, yet no one will ever know. But an entire nation will be grateful. Don't just watch the news. Live it. 24/7. Washington, D.C. Area Careers and CIA's National Clandestine Service. Here's to the future generation. Here's to more joy, more giggles, more photo ops, more peace. Did you know 211 is a service that connects women to resources before, during, and after pregnancy? It's free and available 24/7. Get prenatal care early and call 211 to help you and your baby live healthier ever after. أهلا بكم. قال نبيل شاهد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في مقابلة مع البي بي سي إن الفلسطينيين مصممون على المضي قدما في طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة بالرغم من التلويح بالفيتو الأمريكي. وأضاف شاهد أنه في حال فشلوا في ذلك بفعل الفيتو الأمريكي فأن بإمكانهم العودة إلى الجمعية العامة لقبول وضع العضو المراقب الذي اقترحه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. من جانب آخر، شجب متظاهرون فلسطينيون الرئيس الأمريكي باراك أوباما بسبب معارضته مسعاهم لنيل اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطينية. وتظاهر اليوم العشرات خارج مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله بالضفة الغربية ورفعوا لافتات مناهضة لأوباما، وأيضا خرجت مظاهرات أخرى في قطاع غزة. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. قبل يوم من تقديم الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلبه من الأمم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين، أعرب سكان الضفة الغربية وإسرائيل عن قلقهم حيال ما يخبئه المستقبل. وقال فلسطينيون في رام الله أنهم يعارضون كلمة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في الأمم المتحدة، والتي حث فيها عباس على السعي لإقامة الدولة عبر المفاوضات. هذا وتظاهر العشرات اليوم الخميس خارج مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله بالضفة الغربية ورفعوا لافتات مناهضة لأوباما، من بينها لافتة كتب عليها أوباما المنافق، وأخرى تزعم أن الرئيس الأمريكي ينحاز إلى القتلة ضد الضحايا. وفي غزة تظاهر العشرات أيضا مرددين هتافات مثل اسمع اسمع يا أوباما، نحن نريد دولة حرة. وكانت حماس المسيطرة على غزة قد نددت بشدة بتصريحات أوباما في الأمم المتحدة قبل ذلك بيوم. وقال المتحدث صلاح البردويلي أن الرئيس الأمريكي تجاهل حق الشعب الفلسطيني في أن يكون له وطن ودولة. أخطر ما في هذا الخطاب أنه يعني تجاهل حق الشعب الفلسطيني الطبيعي في أن يكون له وطن وأن يكون له دولة، بل وتجاوز الأمر ذلك بأنه نفى أن يكون للمنظمة الأممية هذه التي يراهن عليها أن يكون لها أي دور، وأن الدور هو فقط لإسرائيل والولايات المتحدة عبر حوار مباشر ترعاه الولايات المتحدة قد يستمر 20 عاما أو أكثر من 20 عام. وقال أوباما أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأربعاء إنه لا يمكن تأسيس دولة إلا عبر المفاوضات مع إسرائيل. قبل عام وقفت أمام هذه المنصة ودعوت إلى دولة فلسطينية مستقلة، اعتقدت عند ذاك كما لازلت أعتقد اليوم أن الشعب الفلسطيني يستحق دولته المستقلة. وقالت الولايات المتحدة أنها ستعرقل مطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مجلس الأمن. ويقول عباس إنه يفضل المفاوضات لكنه يختلف مع إسرائيل حول النقطة التي تبدأ منها المحادثات. ومن المقرر أن يسلم عباس غدا الجمعة خطابا رسميا يطلب فيه عضوية فلسطين في المنظمة الدولية، عندما يأتي دوره في الحديث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. لقناة MEA سامح الهادي.
ومعنا من العاصمة الأمريكية واشنطن الأستاذ صبحي غندور مدير مركز الحوار العربي والأمريكي للحديث عن آخر التطورات في موضوع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين. إذن أستاذ صبحي مساء الخير. أهلا بكم. بداية اليوم كان هناك استياء واضح في الشارع الفلسطيني سواء كان ذلك في الضفة الغربية أم في قطاع غزة، وحتى مسؤولين في حركة حماس عبروا عن استيائهم من خطاب باراك أوباما يوم أمس في الجمعية العامة للأمم المتحدة. كيف تقرأ هذا الاستياء الشعبي الفلسطيني، وهل سيؤدي إلى يعني عقبات معينة في إطار التعامل الإسرائيلي الفلسطيني، وهل ستقوم هناك مظاهرات تعتقد وإخلال في الأمن على حسب رأي بعض المراقبين للوضع؟ طبعا من حق الشعب الفلسطيني أن يحتج على ما سمعه من الرئيس الأمريكي في الأمم المتحدة، خاصة أن الخطاب جاء في مقدمته ما هي نصوص وتعابير تصلح أولا وأخيرا على الوضع الفلسطيني وعلى القضية الفلسطينية، بينما حينما تعرض لهذه المسألة تعرض إليها من جانب أعطاء الأفضلية لإسرائيل والأمن الإسرائيلي دون ذكر حتى أن ما هو يحدث في الأراضي الفلسطينية أنه حالة احتلال، يعني حتى تجنب استخدام هذا التعبير، تجنب استخدام الحديث عن المستوطنات وهي القضية التي على مدار 3 سنوات من إدارة أوباما كان يحاول من خلال مفادي جورج ميتشل ومن خلال أدت زيارات ولقاءات مع نتنياهو أن فقط أن يضمن تجميد الاستيطان ولو حد أدنى لمدة 3 أشهر ولم يحدث ذلك. فكيف يتوقع يعني الرئيس الأمريكي أو الإدارة الأمريكية من الشعب الفلسطيني أن يقبل بما هو أقل من حالة تجميد الاستيطان وهو أقل من حالة وصف ما هو موجود هناك من أنه حالة احتلال؟ يعني أنا أستغرب فعلا يعني أن الخطاب تحدث عن قضايا العدل وحقوق الإنسان والحرية وكل الأمور التي هي تنطبق على الحالة الفلسطينية والحاجة إليها. يعني تأسست الأمم المتحدة في عقد الأربعينات في العام نفس الذي حدثت فيه المأساة والنكبة للشعب الفلسطيني، ومرت عقود أكثر من 6 عقود ولم تفلح الأمم المتحدة في معالجة هذا الأمر، ولم يفلح هو الرئيس الأمريكي على مدار 3 سنوات في تجميد الاستيطان في الحد الأدنى. فكيف يريد من الفلسطينيين أن يقبلوا فقط بالعودة إلى التفاوض بدون حتى شروط كما هو يطلب نتنياهو، وأن يقبلوا بالمراهنة على مرور الزمن بينما مع كل يوم يمر مع كل ساعة تمر هناك مزيد من الاستيطان يحدث في داخل الأراضي الفلسطينية ومزيد من التهجير للشعب الفلسطيني؟ أعتقد هذا أمر طبيعي يعني يعترض الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة على ما سمعوه من الرئيس الأمريكي في الأمم المتحدة. نعم. طيب أستاذ صبحي، بصفتك مدير مركز الحوار العربي الأمريكي، هل تعتقد أن هذا الخطاب وهذا الموقف الأمريكي من هذا الموضوع سينعكس سلبا على رؤية العرب لأمريكا في الشرق الأوسط وعلى دور أمريكا في محادثات السلام ودورها بشكل عام في الشرق الأوسط؟ هناك أمال كبيرة وضعت في المنطقة العربية وفي العالم الإسلامي ككل حتى على الرئيس أوباما حينما تسلم مقاليد الحكم في البيت الأبيض بعد 8 سنوات أو جاف من إدارة جورج بوش الابن. كانت الأمال كبيرة طبعا، وكانت يعني هذه الأمال تطمح ليس فقط إلى وقف الحروب التي بدأتها إدارة بوش السابقة، ولكن كانت تطمح أيضا في أمالها أن تحل القضايا العالقة كما كنت أشير، هذه القضية التي عمرها أكثر من 6 عقود القضية الفلسطينية ومسألة الصراع العربي الإسرائيلي. في الحقيقة هذا الموضوع يعني يجب أن يؤخذ على المستوى الأمريكي بأنه محك للسياسة الأمريكية في المنطقة، يعني كما كنت أشير حينما يتم الحديث عن دعم الثورات والانتفاضات الشعبية العربية فقط لأن تتحرك الآن ضد حكوماتها ولا تتحرك كما كان يقول نتنياهو أمام الكونغرس الأمريكي في زياراته الأخيرة، لا تتحرك ضد إسرائيل الآن ولا تحرك العالم الإسرائيلي الآن. هذا في حد ذاته يعني ما هو في داخل المنطقة العربية يجعل هناك خيبة أمل الآن من إدارة أوباما، يجعل هناك حالة انتعاض من هذه المواقف، وأن الرئيس الأمريكي تحول الآن إلى ما يسمى بمدير أزمات، يعني رئيس يدير أزمات أكثر مما هو صاحب مبادرة لحل هذه الأزمات. نتحدث خاصة طبعا عن هذا الجانب المتعلق في القضية الفلسطينية. نحن الآن في عشية سنة انتخابية كما تعلم، يعني العام القادم هو عام انتخابات في الولايات المتحدة، وهذا في رأيي ما جعل حتى الرئيس الأمريكي في الأمم المتحدة أنه لا يخاطب فقط
من هم يمثلون الدول الأخرى بمقدار ما كان يخاطب الأمريكيين، يعني كان يحاول أن يؤكد التزامه بما هو يتعلق في إسرائيل والأمن الإسرائيلي دون أن يأخذ في عين الاعتبار أن ذلك لن يغير قناعات الأمريكيين في أولويات عديدة لها علاقة الآن في وضع الاقتصادي في قضايا أخرى. يعني وأجد أنه يعني يحاول أن يكسب شيء لن يكسبه وهو يخسر الكثير حينما يتراجع عن ما قاله في خطابه في جامعة القاهرة ويتراجع عن الكثير من ما كان يقوله منذ بداية عهده بأن هناك سعي لتغيير هذه السياسة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. نعم. طيب، في مقال في صحيفة الواشنطن بوست ذكر الكاتب والأكاديمي الأمريكي من أصل فلسطيني ساري مقدسي، في هذا المقال ذكر أن عباس انتهت ولايته منذ عام 2006، لذلك هو يعني فاقد للشرعية وفاقد للتأييد للذهاب إلى الأمم المتحدة والمطالبة بدولة فلسطين على حدود 67. هل هذا بالفعل ما يحصل في السلطة الفلسطينية؟ هل عباس فاقد للشرعية وأنه رئيس غير منتخب حاليا؟ لا، هو من الناحية القانونية طبعا يعني انتهت المهلة القانونية، وكذلك فيما يتعلق في المجلس التشريعي الفلسطيني، ونتحدث عن قضايا عالقة كثيرة في داخل الجسم الفلسطيني الداخلي. لكن لا تنسى أخي الكريم، هذه الأمور كلها تحدث على أرض فلسطينية محتلة. يعني أنا أستغرب أحيانا أن يتعامل بعض يعني من هم يمثلون السلطة الفلسطينية وكأنهم سفراء لدولة مستقلة، ويتعاملون على الأمور مع يعني ما هو يتعلق في الجانب الفلسطيني وكأن فعلا هناك حالة يعني استقلال فلسطيني. لا، هذا غير صحيح. يعني هناك واقع احتلال قائم، والسلطة الفلسطينية قامت وتقوم بعملها في ظل حالة الاحتلال، وهي تتعامل مع هذا الواقع منذ اتفاقية أوسلو. وفي رأيي يعني هناك إخلال ليس في شرعية السلطة فقط، ولكن إخلال في فهم ما هو قائم على الأرض الفلسطينية. يعني يعني حتى لو أصبحت الآن التسمية على سبيل المثال دولة فلسطين، حتى لو أخذت السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، هل ذلك سيغير من واقع الاحتلال؟ يعني فلسطين هي كلها تحت الاحتلال، عاصمتها التي تم الحديث عنها والتمسك بها وهي القدس هي تحت الاحتلال. يعني هل ستتحرر الأرض الفلسطينية بمجرد تغيير الاسم؟ لا طبعا. يعني لا ننسى أنه كان هناك أراضي لبنانية محتلة منذ عام 1978 لم تحرر إلا عام 2000 نتيجة فعل المقاومة في لبنان. يعني وكانت ومزالت هناك في لبنان دولة لبنانية، وهناك يعني حالة استقلالية للدولة اللبنانية، لكن لم يغير ذلك الوضع الشرعي القانوني للدولة اللبنانية في الأمم المتحدة بأن القرار 425 الذي صدر عام 1978 يطالب إسرائيل بالانسحاب من جنوب لبنان لم يحدث تنفيذه فقط لأن هناك دولة لبنان مستقلة. أعتقد من المهم أن تأخذ السلطة الفلسطينية الدروس بأن وجود يعني التسميات ليس هو الحل، وإنما الحل فيما هو شرعته الأمم المتحدة نفسها من أعطاء حق الشعوب الخاضعة للاحتلال بمقاومة هذا الاحتلال. نعم. في اختصار عفوا أستاذ صبحي، يعني لو سمحت نظرا لضيق الوقت، غدا هل تتوقع أنه سيتم الاعتراف بدولة فلسطين أم سيتم إجهاض هذه المحاولة التي قامت بها السلطة الفلسطينية؟ هناك محاولات كثيرة الآن للتحايل على هذا الموضوع. هناك أولا سعي أن لا تكون هناك نسبة 9 أعضاء من أصل 15 مجلس الأمن لكي يتم استخدام الفيتو. يعني لن يستخدم الفيتو الأمريكي إلا في حال موافقة 9 من أصل 15 مجلس الأمن. فأولا يتم يعني التحايل على هذا الموضوع بمنع الحصول على 9 أعضاء في مجلس الأمن. ثانيا، حينما سيقدم الرئيس محمود عباس طلب العضوية لأمين عام الأمم المتحدة على أمين عام الأمم المتحدة أن يرفعه إلى مجلس الأمن، لم يحدد أيضا ذلك بفترة زمنية. يعني قد يكون ذلك مطلوب خلال أسبوع أو شهر أو سنة، فهذا لم يحدد. يعني يتم التحاول بأوجه مختلفة، ويتم أيضا من خلال ما طرحه الرئيس الفرنسي ساركوزي وغيره من محاولة الآن الحديث عن مبادرة جديدة ومهل زمنية جديدة لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية. نعم. إذا كان معنا من العاصمة الأمريكية واشنطن الأستاذ صبحي غندور، مدير مركز الحوار العربي والأمريكي، شكرا جزيلا لك.
نتواصل معكم في تقديم هذه النشرة من قناة الأمياء. قتل رجل شرطة روسي وأصيب نحو 60 شخصا آخرين بجراح إثر تفجيرين بسيارتين مفخختين في عاصمة جمهورية داغستان التي تجتاحها أعمال عنف، حسب ما أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية. وقبل عدة ساعات من تنفيذ التفجيرين لقي 4 متمردين إسلاميين مشتبه بهم حتفهم يوم أمس ليلا، حينما انفجرت عبوات ناسفة يحملونها داخل سيارتهم في إحدى شوارع العاصمة، كما قال الناطق باسم الداخلية. قال مصدر بوزارة الداخلية الروسية ومتمردون إسلاميون يوم الخميس أن 6 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 50 على الأقل عندما انفجرت 3 سيارات ملغومة في ماخاتشاكلا عاصمة منطقة داغستان بشمال الكوكاز. وقال مصدر وزارة الداخلية طالبا عدم نشر اسمه أن السيارة الأولى انفجرت الساعة 7:30 مساء الأربعاء، مما أدى إلى مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 5 من المرة. وأضاف لرويترز أن سيارتين أخريتين انفجرتا بعد منتصف الليل، مما أدى إلى مقتل شرطي ومدني. وأظهرت لقطات على التلفزيون حطام سيارتين متناثرتين على طريق رئيسي وآثار دماء قرب صف من المتاجر والمقاهي التي تحطمت وغطاها السواد. وقال المتمردون على موقع الإنترنت يمثل فصيل داغستان في التمرد أن 50 شخصا على الأقل أصيبوا في الهجمات التي استهدفت المكتب الإقليمي لشرطة المرور ووزارة الداخلية. ويقاتل المتمردون من أجل دولة إسلامية منفصلة في شمال القوقاز بطول حدود روسيا الجنوبية في تمرد أذكته حربان في الشيشان في مرحلة ما بعد الاتحاد السوفيتي، إضافة إلى الفقر والغضب من الأساليب العنيفة التي تستخدمها الشرطة. وأعلنت حركة التمرد مسؤوليتها عن تفجير انتحار في مطار دوميدوف في العاصمة الروسية موسكو، أسفر عن مقتل 37 شخصا في يناير كانون الثاني، وعن هجومين على خطوط للمترو تسببا في سقوط 40 قتيلا العام الماضي. آية سليمان لقناة الأمياء. أظهر تسجيل جديد لأحد الهواة يصور حادث تحطم طائرة أثناء عرض جوي الجمعة الماضي في مدينة رينو بولاية نيفادا الأمريكية، والذي قتل فيه 11 شخصا على الأقل، كما أصيب أكثر من 70 شخصا في الحادث الذي لم يعرف سببه والذي لقي حتفه فيه أيضا طيار الألعاب البهلوانية جيمس ليوارد البالغ من العمر 74 عاما. وكانت الطائرة التي أعود تاريخها إلى الحرب العالمية الثانية قد سقطت وسط حشد خلال منافسة الطيران الرئيسية في البلاد، وتناثرت الشظايا على المراوح التي قطعت أطراف العديد من الأشخاص وأصابتهم بإصابات بالغة. ويقوم مسؤولون منذ ذلك اليوم باختبارات أجزاء بشرية عثر عليها في أعقاب الحادث المروع، ووصلت حصيلة القتلى يوم الثلاثاء إلى 11 شخصا، وقد تأكدت أسماء الضحايا عبر الشرطة وأسر الضحايا. وبهذا نصل إلى ختام هذه النشرة التي جاءتكم من قناة الأمياء، قدمها على حضراتكم أو لحضراتكم محدثكم رامي صادق، وأيضا تقبلوا تحيات أسرة أعداد النشرات الإخبارية في قسم الأخبار من قناة الأمياء، وشكرا على حسن المتابعة. إلى اللقاء.